طابت اوقاتكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في استوديو صنعاء وفي هذا البث المباشر. مضى عام على استشهاد الزعيم علي عبد الله صالح والشهيد عارف الزوكا. فقدت اليمن ابرز رجالاتها و اولئك المخلصين الذين اوفوا بالعهود ووقفوا الى جانب اليمن في تلك المحنة الشديدة التي واجهتها اليمن بعد حركة الغدر التي قامت بها عصابات الحوثي عقب احتفالات المولد النبوي التي كانت مجرد غطاء فقط لجريمة كبيرة تخطط لها هذه العصابة. وهكذا في كل مناسبة تحول الميليشيا الحوثية المناسبات الدينية وكل ما يتعلق بالدين إلى مناسبة للموت وللقتل والتدمير. مضى عام غابت عنا خطابات الزعيم علي عبد الله صالح، افتقدنا خطابات الحوار، خطابات التسامح، خطابات الوسطية، خطابات العقل. رجل قدم حياته من أجل ذلك الموقف الذي دعا فيه إلى السلام، دعا فيه إلى طي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة، وقال اليمن سيسمو فوق الجراح ويبدأ صفحة جديدة وتعود البلد إلى سابق عهدها، تعود مؤسسات الدولة إلى رجال الدولة وليس إلى العصابات التي جاءت من الكهوف. اليوم يعني ربما لم يعني كان هناك اكثر من تأبين للزعيم علي عبد الله صالح، لكن الكل غير راضي صراحة، الجميع غير راضي بما تم وبما جرى، لانه كانوا ينتظروا انه خلال هذا العام على الاقل تأتي الذكرى السنوية الاولى وقد تم تنفيذ وصايا الزعيم، واقلها وابسطها اجتثاث هذه الميليشيا الإرهابية، وهي ليست بتلك الحجم ولا بتلك القوة، والجميع يعرف ذلك. كل ما يجري وكل ما يحصل في اليمن هو مجرد توازنات سياسية ولعب على أوتار السياسة. كل ما اقترب الحسم العسكري إذا بالمبعوث الأممي وبعض القوى الدولية تتحول دون ذلك في من أجل مصالحها، من أجل استمرار الحرب وبقاء مصالحها. لا أحد ينظر إلى اليمن بالمناسبة، ليست كرها في اليمن أو حبا في اليمن، هذه خذوها في بالكم. من يعتقد أن اليمن هدف لتلك القوى ليست هدف مباشر، لكن هناك قوى أخرى، هناك دول أخرى هي الهدف، هناك تصفيات، نعرف أن اللعبة دولية. اليمنيين قادرون أن يحلوا مشاكلهم فيما بينهم ويتجاوزون الجراح ويتجاوزون كل ما جرى فيما بينهم، لكن الحسابات الخارجية، نحن الآن نتحدث عن عصابة فكرها ليس يمني، أخلاقها ليست يمنية، اعتداء على النساء، اعتداء على المدنيين، التعذيب، القتل تحت التعذيب، الإخفاء القسري، تفجير البيوت، تفجير المساجد، كل شيء، كل الحرمات انتهكت، حرمات لا انتهكت، حرمات الناس انتهكت. لم تبقي هذه الجماعة شيء، لا في الأخلاق ولا في الأعراف ولا أبسط المسلمات في الحياة. بالنسبة لليمنيين هم يوقنون أنه هذا الأخلاق ليست أخلاق اليمنيين ولا علاقة لهم بهذه العصابة. قد ربما يكون لديهم هويات يمنية، لكن الفكر خميني، يعني مجرد بودي لكن الماكينة خمينية، وهنا الخطورة. يعني لدينا الكثير من المستجدات، نبدأها بالاحتفالات. آخر الاحتفالات، أعطونا الاحتفالات. روسيا
روسيا، نبدأ باحتفالات في روسيا. تفضل. هذا الجانب من الحفل الذي أقامه أبناء اليمن في جمهورية روسيا الاتحادية للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الزعيم علي عبد الله صالح. هو حفل تأبين أو ذكرى تأبين أو الذكرى السنوية للتأبين، سموه ما شئتم، هي فقط مجرد إحياء لذكرى استشهاد الزعيم علي عبد الله صالح، والتي ستظل ناقوس يدق أو يدق هذا الناقوس لتنبيه المنطقة ومن فيها بأن الخطر الخميني قادم. الزعيم عبد الله صالح شارك في الحرب ضد إيران في الثمانينات مع العراق الشقيق، ويدفع ثمن اليوم، وهذا ما صرح به وأكده الهالك حسين الحوثي في إحدى محاضراته. من يعتقد أنه في منأى اليوم وليس في منأى، وواهم. الدور آتي على الجميع. تحية لكل الأوفياء الذين أحيوا الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الزعيم علي عبد الله صالح، والأمين العام عارف عوض الزوكة، رحمة الله عليك يا أبا عوض. وتحية أيضا لعوض عارف الزوكة. أمس استمعنا إلى الكلمة التي وجهها في المناسبة، ووجهها في حفل التأبين الذي أقيم في محافظة شبوة. كلمة تنم عن رجل سياسي عاقل ماضي في درب والده الشهيد. ننتقل إلى ماليزيا، وأقام أيضا أبناء اليمن الأوفياء من كل نحن اليوم لا نتحدث عن أحزاب أو عن قوى سياسية معينة، لكن نتحدث عن أبناء اليمن الذين يستشعرون مهمتهم ومسؤوليتهم في الدفاع عن بلدهم وضد المشروع الخميني في المنطقة. هذا جانب من الاحتفالات، احتفالات التأبين طبعا، ويسمى هكذا إحياء لذكرى استشهاد الزعيم والأمين. لا ننسى أيضا أن ترحم على كل الشهداء الذين ضحوا بدمائهم في هذه المعركة المصيرية، ولا عزاء للخونة والمتخاذلين. تحية أيضا لقيادة المؤتمر الشعبي العام الذين تواجدوا في وحضروا هذه المناسبة، سواء في روسيا أو في ماليزيا أو في الساحل الغربي. تحية لهم جميعا، نكبر فيهم هذا الوفاء، نكبر فيهم هذا الوضوح والنقاء في المواقف. المرحلة لا تتطلب ولا يمكن القبول بالرماديات، إما تكون مع الوطن أو ضده، إما تكون مع اليمن أو مع الحوثي، لا مجال. من يعتقد اليوم أن الحوثي هو اليمن فليذهب إلى الجحيم، هذه مشكلته. ننتقل إلى جبهة الضالع. الضالع كانت على موعد مع تقدمات جديدة، حيث قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا الإرهابية وأسر آخرون في هجوم شنته القوات المسلحة اليمنية، وتمكنت خلاله من تحرير مواقع الأثلة وقرية معرش ومنطقة أكواد محمد وحصن عومي وجبل غلم ووادي الذهبان والمبهى وجبل حمر ووادي الخدشة وأجزاء من كولة الزقري وتب الثعيل. أيضا مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة أعلن أن التشكيل البحري التابع لها عثر على لغم بحري زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مقربة من المياه الدولية في البحر الأحمر غرب جزيرة بكلان في يعني في المنطقة اللي هي تابعة لمحافظة حجة، يعني باتجاه ميدي، وتم التعامل معه وتفجيره بعد نقله إلى خور.
طبعا تابعتم وصول فريقي المشاورات في السويد، يعني واضح من الأسماء أنه الحرب مطولة، لا يمكن أنه بمثل هؤلاء راح يتمشوا، ليسوا أصحاب قرار ولا لهم دعوة باللي حاصل في البلد، يعني ناس هكذا رايح يتمشوا لهم يومين وروحوا، وفي الأخير لازم سيد الشبكة التلفزيونية، هؤلاء هم فقط واجهات، ذهبوا إلى هناك ليتمشوا لهم شوي، ولكن القرار هناك. يحاولوا خلال الأسبوع هذا، معطوهم أسبوع، سيحاولوا خلال الأسبوع هذا عمل زراعة ألغام جديدة، حشد مقاتلين جدد، سواء بالإغراء أو بالإغواء أو بالضغط أو بالتضليل أو إلى آخر ذلك. هذا كل ما سيجري في الأسبوع هذا. يعني احنا اليوم ربما في أكثر الحالات نقاء ووضوحا في الرؤية، لم نعد نصدق بأن الـ هذا المبعوث أو القوى الدولية صادقة في توجهها نحو اليمن. سأناقش عموما هذا الموضوع ومواضيع أخرى مع ضيفتي في الاستوديو الأستاذة نورة الجروي، رئيس حركة إنقاذ. أرحب بك أستاذة نورة، وأبدأ معك النقاش بعد فاصل قصير. علي عبد الله صالح ورث، ومن ورث ورث مش الأسرة الصغيرة المنتمية لصالح، ورثت المؤتمر الشعبي العام بقوادره مثقفين وسياسيين وسياسيات. هذه هي الوريثة وهذه التركة التي خلفتها ثقافيا وسياسيا واجتماعيا. هذه هي أكبر تركة ومفخرة أني أفتخر بها أن أنا أوجدت تمثيل سياسي قوي من هذه التربة. لا يكون الثقافة لا من صعيد ولا من معيد ولا من اليسار ولا من اليمين، هذا الشيء مفخرة وتاج على رؤوسنا كلنا اننا ثقافتنا سبتمبرية، ثقافتنا اكتوبرية، ثقافتنا 20 مايو، وهو احد اهداف ثورة 23 المستقبل. هذا هدف الأهداف. أهلا بكم مجددا. إذا قبل عام تلقى الزعيم علي عبد الله صالح رصاصات الغدر والخيانة الحوثية. طبعا هذه الرصاصات وصلت إلى أيضا إلى صدور الملايين من أبناء الشعب، تركوا الدنيا بخاتمة الشهادة التي لطالما تمنوها دفاعا عن الوطن، وإن شاء الله نحن على درب الزعيم والأمين سائرون. رحب بك أستاذة نورة، وبداية عام على عام كامل مرة على اغتيال الزعيم والأمين العام للمؤتمر، ما الذي تقول لنا في هذه المناسبة؟ طبعا أعزي جميع أبناء اليمن، الشعب اليمني، بذكرى مرور عام على استشهاد الزعيم البطل علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق، رئيس المؤتمر الشعبي العام، ورفيق دربه الأستاذ المناضل عارف الزوكة أمين عام المؤتمر الشعبي العام. عام مضى منذ مرت علينا تلك الفاجعة الكبيرة التي مرت ليس فقط على أبناء المؤتمر الشعبي العام بل على كل أبناء الشعب اليمني. فقدان الزعيم علي عبد الله صالح لم يكن سهلا على جميع أبناء الشعب اليمني، فقدان زعيم بحجم وطن، زعيم محنك، زعيم حكيم، زعيم عربي قومي، سجل خلال 33 أو 40 عام من حكم اليمن فترة تولي للسلطة 33 عام، 7 سنوات ما بعدها كرئيس حزب،
كل هذه تلك المرحلة كانت مرحلة تاريخية لن يغفلها التاريخ، لن تمر مرور عابر في تاريخي وذاكرة جميع أبناء اليمني الشعب اليمني. نعم، إذن برأيك لماذا قررت الميليشيا وقتها تصفية الزعيم علي عبد الله صالح، وهل القرار اتخذ في نفس اللحظة أو عقب خطاب الثاني من ديسمبر أم قبل ذلك؟ طبعا كلنا نعرف مواقف الزعيم علي عبد الله صالح حتى في تحالفه مع الحوثيين. زعيم علي عبد الله صالح اتخذ قرارات خطيرة ومصيرية لم يكن من فراغ. زعيم علي عبد الله صالح لم يترك وطنه، بل مات على تراب وطنه مدافعا عن وطني وعن كرامتي وعن شرف أمته. علي عبد الله صالح عندما قرر التحالف كرئيس حزب مع ميليشيا الحوثي كان يدرك أهمية هذا الأمر في ذلك التوقيت من حفاظ على مؤسسات الدولة، ولم يكن هو وطرح أمام هذا الوضع كمضطر لذلك. سبق قبل كذا كما قلنا سابقا أنه كان في تحالف مع الإصلاح، كان في تحالف مع الرئيس هادي، كان في تحالفات كبيرة مع الحوثيين، كان في توقيع لاتفاق السلم المشترك. ففي 2015 عندما وقع المؤتمر على هذا التحالف كان مجبرا على هذا، كان المؤتمر الشعبي العام أمام مرحلة مصيرية، إما يترك الوضع للحوثي ويفر إلى الخارج أو يبقى ويواجه ويحافظ على ما تبقى من وطن وما تبقى من مؤسسات الدولة. خلال 3 سنوات من أو نصف من التحالف مع الحوثيين حافظ المؤتمر فيها على مؤسسات الدولة، لم يتجرأ الحوثي على اقتحام المدارس ولا المعاهد ولا الجامعات وتنفيذ فكره وأفكاره، بث فكرة لليمنيين. طبعا الزعيم علي عبد الله صالح نعرف جميعا أنه دخل في صراع مع الحوثيين بسبب رفضهم للدولة، بسبب خروجهم عن الدولة. صحيح. خلال 6 حروب. أنا أذكر نورا أنه أمامي يعني هدد بالانسحاب من ما يسمى المجلس السياسي إذا حصل أي تعديل في المناهج. صحيح. والأستاذ عارف الزوكا كان له موقف، الأمين العام للمؤتمر كان له موقف قوي جدا في هذا الجانب، في جانب أنه رفض تعديلات على المنهج. لم يتجرأ الحوثيين طوال 3 سنوات ونصف على تعديل كلمة واحدة في المنهج. لو كنا تركنا لهم البلد وخرجنا من بأول وهلة ما كانت النتائج اليوم حتى عندما فض المؤتمر الشعبي العام التحالف مع الحوثيين أصبح الشعب أكثر وعي. لو كان الزعيم علي عبد الله صالح من أول وهلة ترك الحوثيين ورحل وخرج من البلد، كان ممكن إنه الشعب اليمني قد يرى الناس لم يدركوا بعد ما هو الحوثي وما هو خطره وما هي أفكاره وأن شعاراته كلها مزيفة. اليوم أصبح الشعب أكثر وعي. علي عبد الله صالح لم يفض الشراكة مع الحوثيين إلا بعد أن أصبح الشعب يدرك من هو الحوثي، يدرك خطر الحوثي. وكما قلنا سابقا زعيم علي عبد الله صالح دخل في حروب 6 مع الحوثيين ليس من فراغ، ولكن لأنهم جماعة تخرج عن لديها خرافة الولاية، لديها مشروع خميني إيراني سلالي طائفي كهنوتي ضلالي. هذا السبب هو الذي جعل الدولة تدخل معهم في حروب 6، ورأينا كلنا بأم عيننا. قد نكون في يوم من الأيام آمنا أن هنالك، صدقنا أن هنالك مظلومية مع الحوثيين وأنها كانت الحروب، بينما أثبت الواقع بأن الحوثي فعلا يستحق أن تقف الدولة ضده وتوقف مشاريعه الضلالية الخارجة عن كل قيم وكل أعراف وعن العدل والمنطق أيضا. اليوم يتحدثني عن بعد 1400 على الخلافة والخرافة والولاية وإلى آخره، هذا شيء غير منطقي. الزعيم علي عبد الله صالح اختار أن تكون نايته على أرض وطنه وعلى تراب وطنه، ورفيق دربه الأستاذ الناضل عارف الزوكا أيضا سجلوا ملاحم بطولية. لنا الشرف ولنا الفخر ولنا العز نحن كمؤتمرين بأن قيادتنا اختارت هذه النهاية لتحافظ على وطنها، لتحافظ على وتحمل مسؤوليتها حتى في لحظات وهبت أرواحها، بعكس الآخرين الذين فروا وتركوا وطنهم وتركوا في هذه اللحظة. علي عبد الله صالح سطر اسمه بتاريخ من ذهب، وأيضا الأستاذ المناضل عارف الزوكا كان معه في هذه اللحظات التاريخية، وكل من سجلوا في لمصلحة من الأطراف الدولية اغتيال الزعيم علي عبد الله صالح. الزعيم علي عبد الله صالح ليست أول مرة يتعرض لها الاغتيال.
اغتيال، لكنها كانت محاولة الاغتيال، كانت عدة محاولات اغتيال سابقة. الزعيم علي عبد الله صالح مثل شوكة في جانب عدم تقسيم اليمن، كان محافظ على وحدة اليمن، كان زعيم بحجم أمة، زعيم بحجم وطن، كان له صوت والمسموع عند أبناء الشعب اليمني كافة حتى عند خصومه وأعدائه. الزعيم علي عبد الله صالح كان بالنسبة للبعض يرى أن رحيله كان لصالحهم. حتى الحوثيين اليوم، ألم يتضرر الحوثيين خلال عام من قتلهم لعلي عبد الله صالح؟ أين الحوثيين قبل 2 ديسمبر وأين هم اليوم؟ أين الأماكن اللي كانوا فيها؟ كانوا موجودين على اليوم تسقط جبهاتهم، اليوم قناعة الشعب اليمني بهم ضعيفة جدا، أصبح الشارع اليمني يعرفهم على حقيقتهم بأنهم جماعة إرهابية، جماعة هم خايفون اليوم مثل الفئران، هم يخافون اليوم مثل الفئران، لا يمكن أنه يأمنوا على أنفسهم، لذلك حتى في المجالس لا يستطيع أنه يدخل المجلس مع الناس بدون سلاح، لا يستطيع طبعاً. لا يستطيع أنه يقف في الشارع أو يحضر أي مناسبة بدون سلاح، صحيح، يخاف لأنه يعرف أن الناس يكرهوه، صحيح. اليوم الحوثيين عيونهم برؤوسهم، بعكس ما كانوا قبل 2 ديسمبر كانوا ينعموا بشراكة مع حزب المؤتمر الشعبي العام، أكبر حزب موجود باليمن، مهما غلط المغالطون ومهما حاولوا يزيفوا الحقائق، لأن المؤتمر يبقى حزب قوي. وكان بالنسبة كان للمؤتمر، كان للإصلاح أو للحوثي أو لأي طرف سياسي، التحالف مع المؤتمر قوة، التحالف مع المؤتمر ثبات. اليوم الحوثيين أين هم؟ هل لم بعد فض الشراكة معهم أصبح اليوم، حتى اليوم للتشكيل الصوري للوفد المشارك في السويد ليس بالمستوى. أين قيادات المؤتمر؟ قيادة الحوثيين ارتكبوا جريمة كبيرة بقتل الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق، رئيس المؤتمر الشعبي العام، هذه جريمة إرهابية كبيرة، وأيضا بقتل الأستاذ المناضل عارف الزوكة أمين عام المؤتمر الشعبي العام، رئيس الوفد المفاوض للمؤتمر الشعبي العام. يعني هذه جريمة كبيرة ولم تطرح ضمن المفاوضات السويد، يعني تم اغفالها، وهذا لن يغفلها التاريخ حتى لو اغفلت في مفاوضات السويد او حاول البعض اغفالها او طمس ما قام به الزعيم والموقف المضالي الذي اعلنه في 2 ديسمبر، الا ان التاريخ لم والشعب اليمني يعرف الشعب، احنا نعول على الشعب اليمني، لم نعد نعول على احد بقدر ما نعول ان الشعب اليمني اصبح اليوم اكثر وعي. اليوم احنا بحاجه لجبهه وعي توعي الناس وتقول لهم هل رأيتم الحوثي بأم معي؟ عرفتم من هو الحوثي؟ إذا عرف الشعب من هو الحوثي فسوف يقتلعه، وسوف يرمي إلى مزبلة التاريخ. إذن نعم على رحيل المشرف وتلك الملحمة الأسطورية التي سطرها الزعيم والأمين. هذه الملحمة تعيد أيضا للنفوس رونق الحياة، وتمر علينا ذكرى الاستشهاد اليوم وهي مجددة لحياتنا، ونستشعر فيها قيم التضحية وقيم الفداء التي تمثلها الشهيدان الخالدان. نتابع هذا التقرير الذي يسلط الضوء على بعض الجوانب هذه الملحمة. العزة والكرامة والرجولة، هذا ما سطره الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح ورفيق دربه الأمين عارف عوض الزوكا، الذين تصدروا مشهد البطولة والفداء في مواجهة ميليشيا الموت الحوثية. فأعهدك أيها الشعب أني كما كنت وأنا خادما لك أيها الشعب، وسأظل إذا كتب الله لي السلامة والحياة، سأظل خادما معك غير السلطوي، لا أكون في السلطة ولا أعشق السلطة، وإن كتب الله لي الشهادة فالحمد لله رب العالمين، أنني ألقى ربي في مسكني وفي مسكني الآن الذي يقصف في هذه اللحظات وعلى بعد أمتار من السكن لا يزيد عن 100 متر أو 150 متر. سنظل مخلصين لله سبحانه وتعالى وللوطن وللثورة وللجمهورية وللوحدة وللديمقراطية. الرابع من ديسمبر، مثل المواجهة في وجه الظلم والاستبداد والاستعباد الحوثي الممزوج بالظلم والفساد والقتل والقمع والغدر وسجلات الخيانة من الكهوف إلى صنعاء، مرورا بمساحات المدن التي تلفظهم. قاوم الزعيم والأمين آلة القتل الحوثية
مقاومة الأبطال ضد الميليشيات الغادرة التي أرادت قهر وطن وشعب بأكمله وحرمانه من الحرية والحياة الذي خطه عظماؤنا لإكمال المسيرة نحو المستقبل. محطات نضالية مشرقة ومنعطفات حادة من تاريخ اليمن جمعت الزعيم والأمين وتمكنوا بحنكتهم وبعد نظرهم السياسي أن يجتازوا الكثير من الصعاب في أحلك الظروف. ومثل الرابع من ديسمبر انطلاقة نحو المقاومة لتحرير الوطن من الميليشيات الحوثية الإرهابية وباستشهادهما تغيرت المعادلة القائمة وانقلبت الموازين وفشلت حسابات المراهنين على السقوط. وهنا يحسب للقائد الراحل علي عبد الله صالح والأمين عارف عوض الزوكا ورفاقهما من كوكبة الشهداء تغيير وجه التاريخ وكتابة التاريخ بأحرف من نور نزفت لأجله الخاسرة اليمنية ولا زالت حتى اليوم بعد مرور العام. رحلوا عنا هم قادة عظماء بعظمة أفعالهم ومكانتهم ومحبتهم محفورة في قلوب الوطنين والأحرار، ولا يمكن لمرور العام على رحيلهم أن ينسوا وباتوا جزءا أصيلا من حياة اليمنيين. ومثل رحيلهما إلهاما للثوار في لحظات العزة والكرامة وعلامات مضيئة على الطريق تمنع الانزلاق نحو نفق الميليشيات المظلم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. ويعني نعرف أنه أبناء اليمن في الداخل والخارج عاشوا أيضا يوما حزينا. الكثير لا يزالوا غير مصدقين أن هذه العصابة قتلت الزعيم علي عبد الله صالح أو قتلته ودمرت بالتالي أحلام اليمنيين في العيش بسلام. لو يعني مثلا لو تراجعوا مثلا حركة النزوح التي حصلت بعد اغتيال الزعيم علي عبد الله صالح ستجدوها بالملايين. هناك أكثر من 4 ملايين نازح بعد اغتيال علي عبد الله صالح رحمة الله تغشاه والشهيد عارف الزوكا. إذا المسألة ليست اغتيال رجل أو اثنان أو ثلاثة، بل هي اغتيال وطن. عندما تشعر بأنه أنت فقدت الوطن فبالتالي تخرج من بلدك، لم يعد لديك شعور بالأمان بعد اغتيال هذا الرجل. أعود إليك نورة، وفي الذكرى الأولى يعني نستشعر أيضا الوصايا، وصايا الزعيم علي عبد الله صالح التي أطلقها في 2 ديسمبر. إلى أي مدى أنت راضية عن ما تحقق من هذه الوصايا؟ طبعا الزعيم علي عبد الله صالح يعني طرح لنا خارطة الطريق، بعده طرح رسم لنا المسار لما بعده. ما قام به الحوثيين هي جريمة بكل مقاييسها. الحوثيين لم يقتلوا علي عبد الله صالح، بل قتلوا أنفسهم، قتلوا مكانتهم، قتلوا ظهروا أمام العالم بصورتهم الحقيقية كميليشيات إرهابية خارجة عن كل قيم وعن كل أخلاق. وأيضا صنفوا واليوم في عدة تقارير تقول عن الحوثيين أنهم ميليشيا إرهابية. أيضا ما قام به أيضا بالنسبة للرضاية عن مدى تحقيق الوصايا الخاصة بالزعيم علي عبد الله صالح. الزعيم أهم وصايا الحفاظ على الدولة والثورة والجمهورية والانتفاضة في وجه ميليشيا الحوثي الإرهابية. لم يعد هنالك تحالف مع الحوثيين، انتهى شيء اسمه تحالف مع الحوثيين. اي احد اليوم يقف مع الحوثي هو حوثي وليس مؤتمر. يستحيل ان احنا نقول اليوم، لابد ان احنا نكون صريحين اليوم. انا اقول لقيادات المؤتمر وعلى للمؤتمر ولقيادات المؤتمر، لابد ان تكون مواقفنا واضحه. الحوثيين قتلوا الزعيم علي عبد الله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام، الحوثيين قتلوا الامين العام للمؤتمر الاستاذ عارف الزوكا. المواقف الضبابيه غير مقبوله. علينا جميعا ان نقف بمسؤوليه امام هذا الجرم الكبير اللي ارتكبته ميليشيا الحوثي وعدم الحديث بشكل ضبابي حول هذا الموضوع. مواجهه ميليشيا الحوثي هذه من اهم وصايا الزعيم. الحفاظ على مؤسسات الدولة،
على دعا القوات المسلحه والامن وجميع موظفي الدوله بالحفاظ على مؤسساتهم ولمواجهه ميليشيا الحوثي الارهابيه. كل تلك الوسائل لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار على القيادات قبل القواعد. القيادات عليها اليوم ان تتحمل مسؤولياتها. نريد تغريدات واضحه ضد ميليشيا الحوثي، نريد تجريم ما قام به ميليشيا الحوثي بحق الزعيم علي عبد الله صالح والامين العام للمؤتمر. يجب اذا لم يتحملوا مسؤوليتهم في هذا الظرف الخطير، فمتى سيتحملوا مسؤولياتهم؟ اذا ما زالوا يبحثوا عن مصالحهم الى اليوم، فمتى سيقفوا مع مصلحه الوطن؟ اليوم المؤتمرين في قواعد المؤتمر تنظروا بعنايه من يقف اليوم معها ومن يقف اليوم ضدها. اليوم عناصرنا قياداتنا ايضا في قيادات في الداخل، احنا لن نعذرها من القيادات اللي بالداخل اللي بيعانوا واللي هم تحت القمع وتحت، لكن اللي في الخارج قدو خارج وجالس ساكت لم يصرح الى الان ويقول ان الحوثيين هم من قتلوا الزعيم علي عبد الله صالح، لم يقول ان لم يدعوا قواعد المؤتمر الشعبي العام للانتفاضه واستمرار الانتفاضه ضد ميليشيا الحوثي الارهابيه. هذا لابد ان نتحمل مسؤوليه. وصايا الزعيم كانت واضحه. النساء ربما اكثر من تحمل عبء بعد استشهاد الزعيم علي عبد الله صالح، وكان للنساء اليمن وحرائر اليمن مواقف مشرفه ومشهوده ابتداء بعد استشهاد الزعيم علي عبد الله صالح. كان لها مواقف، كان لها مسيرات متعدده، كان لها صوت واضح، كان صوتها واضح ومعلن. لا حوثي بعد اليوم معلن، الحوثي حركة إرهابية أصبحت يعني قالت صوتها وبصوت غير ضبابي، قالت بأن الحوثيين رفضت ما قاموا به من قتل الزعيم علي عبد الله صالح والأمين العام للمؤتمر. المرأة هي بدفاعها بخروجها في ذلك الظرف الخطير عرت الكثير من الرجال اللي لا زالوا إلى اليوم يحافظوا على مصالحهم وعلى ما هو يعني ويواجهون الخوف وقابعين داخل بيوتهم. خرجت لتواجه ميليشيا الحوثي، خرجت لتواجه دباباته زينبياته. أذكر الميليشيا الحوثي خرجت الدبابات والمصفحات والقناصات مجرد أنه 15 طالبة في جامعة صنعاء دعوا للخروج في يوم 6 أكتوبر. المرأة اليمنية أصبحت تشكل رعب بالنسبة للحوثيين حتى على مستوى التفتيش حتى في نقاط المسافرين في الباصات بيتم البحث. لما بمجرد ما يجدوا نساء بالذات يكونوا وحدهم يأخذ الجوازات والبطايق ويتم فحصهم ويتم إنزالهم ويتم اعتقالهم. بالأسبوع اللي مر يمكن لمست أنه تم اعتقال في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تم اعتقال 21 امرأة. أين منظمات حقوق الإنسان من ضمنهن الزميلة حنان أحمد الحيدري أمين عام منظمة صحفيات بلا حدود، هي وأختها وطفلها، من ضمنهن الأخت وفاء محمد قايد الشبيبي أمين عام تحالف نساء من أجل السلام لليمن وأختها وأطفالها الثلاثة. كل هذه الانتهاكات، الجمع، الاعتقال، السجون، الأمن السياسي بالعاسي في ذمار أيضا تكتظر بالمعتقلات، البحث الجنائي أيضا بصنعاء. هنالك زينبيات من نادي الحديد إلى بنات الوزير إلى الوشلي إلى كلهن يقومن بأبشع الانتهاكات بحق المعتقلات. لكن هذا لن يثني المرأة، سوف تستمر المرأة اليمنية في مواجهة، لأن اليوم تدافع عن ليس تدافع عن نفسها فحسب، بل تدافع عن مستقبلها وعن حاضرها وعن قادم مستقبل أجيالها. كلنا في الداخل والخارج، حتى المرأة في الخارج اللي خرجت بتواجه اليوم وبتتحرك في المنظمات الدولية لتصنيف جماعة الحوثي الإرهابية كجماعة إرهابية. هذا مسؤوليتنا جميعا كرجال ونساء. نحن اليوم نحن ندافع عن أنفسنا. علي عبد الله صالح رحيل مشرف، يعني علينا أن نفتخر به وعلينا أن نمضي على المسار اللي رسموا لنا. إذن صحيح لي أرحب بالمحامي وضاح بن بريك ضيفي عبر الهاتف. وضاح دعوة السلام التي أطلقها الزعيم علي عبد الله صالح في 2 ديسمبر، هل كانت مبررا لقتله؟ بداية مرحبا أخي العزيز، أنا بس فقط لست محامي للتصحيح كافة الأخوة المستمعين. علي عبد الله صالح قتل انه كان إرادة شعب طواقة للحياة. علي عبد الله صالح قتل انه كان يشكل المخرج الطواق له الشعب اليمني. علي عبد الله صالح قتل بكل ما يمتلكه علي عبد الله صالح من تاريخ ومن رصيد.
كعادته كان الزعيم رحمة الله عليه دائما داعيا للسلام ومطالبا بالسلام في كل مراحل العمل السياسي التي عاشها، وكان اغتيال الحوثيين له واغتيالا لإرادة شعب أكمله. كان اغتيال الحوثيين لعلي عبد الله صالح هو محاولة إخراس هذا الشعب والعودة به إلى الماضي البغيض وإلى ظلام السلالية والكهنوتية. لهذه الأسباب كلها أقتل علي عبد الله صالح الرجل، وعلي عبد الله صالح الدولة، وعلي عبد الله صالح الديمقراطية، علي عبد الرابية، علي عبد الله صالح السلام، علي عبد الله صالح التنمية. لكل هذه الأسباب أقتل الزعيم الراحل الشهيد علي عبد الله صالح رحمة الله تغشاه. ولا شك أنه خسر اليمن الكثير باستشهاده واستشهاد الأمين العام المؤتمر أستاذ عارف الزوكر رحمة الله تغشاه. إذن من الذي خسر أكثر يعني برحيل الزعيم، ومن الذي استفاد؟ حقيقة خسر اليمن كله، البشرية والإنسانية خسرت برحيل علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح لا يمكن أن نحصره في يوم من الأيام على مستوى أن خسارته تعني جهة معينة أو فقدانه، يعني الجميع خسر علي عبد الله صالح. اليوم كل اليمن تتمنى أن ترى فكرة علي عبد الله صالح ما زال حيا. علي عبد الله صالح خسرته اليمن بأكمله، خسرته الإنسانية، خسرته العروبية وهو ذلك الفارس العربي. علي عبد الله صالح خسره كل الأصوات الحرة، كل الأصوات الديمقراطية. علي عبد الله صالح خسرته صناديق الاقتراع الذي وصلت إلى كل عزلة في اليمن. علي عبد الله صالح خسرته التنمية في اليمن. علي عبد الله صالح خسرته الجميع، ولكن سيدفع ثمن خسرانهم من قاموا باغتياله. سيدفع ثمن خسرانه أولئك الذين اعتقدوا أنهم بقتله سيغيبوه عن الحياة. لا، إن علي عبد الله صالح سيظل حاضرا بوجداننا، حاضرا بفكرنا، بكل ما بثه فينا، بكل ما أعطاه لهذه الأرض. نعم، علي عبد الله صالح لم يمت فكرا، لم يمت حراكا سياسيا. علي عبد الله صالح سيظل انتفاضة تتجدد حتى تحقق كل أهدافها في مقدمتها وصايا الزعيم رحمة الله عليه. علي عبد الله صالح والأمين المؤتمن الأستاذ عارف الزوكا اعتقدوا بقتلهم انهم سيخفوهم امامها كل الكلمات عجزة عن وصفها. هذا هو علي عبد الله صالح، وهذا هو رفيق دربه الامين الذي سطر اروع معاني الوفاء. فلا نقول في هذه اللحظات الا الاستاذ عارف رحمه الله عليك يا ابو عوض، وهنيئا للارض التي تحتضنك، وعهدا لك وللزعيم ان ناخذ بزمام المبادرة من قتلتك وأن نعيد اليمن إلى مكانها الطبيعي تاريخيا بإذن الله. يعني بالنسبة للشهيد عارف، بالنسبة للشهيد عارف الزوكا، يعني ما الخطر الذي كان يمثله بالنسبة للحوثيين برأيك؟ عارف الزوكا هو ذلك الرجل الذي كان يمثل الانتماء الحقيقي للمؤتمر الشعبي العام وللمسيرة الوطنية. عارف الزوكا كان يمثل علما وقلعة من قلاع النظام الجمهوري والنظام الديمقراطي. مما لا شك فيه أن عارف الزوكا يشكل حالة وطنية يلتف حولها كل المؤتمرين. مما لا شك فيه أن هذا الرجل عاش تفاصيل كل المراحل التي سعى فيها المؤتمر الشعبي العام للدود والحفاظ عن الجمهورية وعن مؤسساتها، وكان شاهدا حيا بكل التطلعات من أجل الحفاظ على هذا المستقبل الوطني التي سعى المؤتمر الشعبي العام محاولة الحفاظ عليه، ولكنه فشل في المحافظة عليه. ومن أجل الانتصار له دفع ثمن ثمنه غاليا باستشهاد الزعيم رحمة الله عليه والأمين عارف الزوكا. هم يدركون تماما أن رجل كعارف الزوكا لن يقبل أن يكون وضع المؤتمر
حزبا عابرا في المسيره الوطنيه. هم يعرفون تماما ان عارف الزوكا حزبا اذا لن يدخر وقتا ولن يدخر دقيقه واحده في تحقيق كل وصايا الزعيم، في تحقيق كل تطلعات اليمن نحو الحريه ونحو الديمقراطيه ونحو ونحو السلام. هم يدركون تماما ان عارف الزوكا لا يمكن له إلا أن يعيش حراً ديمقراطياً جمهورياً. فلهذه الأسباب كلها والغيرها من الأسباب التي يعرفونها هم تماماً تم اغتيال عارف الزوكا، ولكنهم واهمين أن يموت عارف الزوكا. فيقول وفاة الزوكا في كل عضو من أعضاء المؤتمر الشعبي العام، فيظل عارف الزوكا هو ذلك الوسام الذي تقلدناه بعد رحيله. فيظل عارف الزوكا هو ذلك الصوت الذي ينبعث في داخلنا عملا وجهدا واجتهادا لتحقيق أهدافنا الوطنية والانتصار والمؤتمر الشعبي العام. فيظل عارف الزوكا حيا بيننا بهذه الملحمة التاريخية التي سجلها عارف الزوكا باستشهاده. رحمة الله عليه. وللأمانة أن عارف الزوكا كل حياته كانت وكأنها الثاني من ديسمبر والرابع من ديسمبر، فهو في كل يوم من أيامه كان يقدم كل التضحيات في سبيل هذا الوطن وفي سبيل هذا التنظيم الرائد. أشكرك. هذا هو عارف الزوكا لكل من عارف الزوكا الذي كان يأبى إلا أن ينتصر لوطنه ولحزبه ولقضاياه الإنسانية في أمته العربية والإسلامية. شكرا جزيلا لك الناشط السياسي وضاح بمبريك، شكرا لك على هذه المداخلة. وتأكيد الشهيد عارف الزوكا له مواقف كبيرة ومشهودة، يعني رجل عاش حياته نزيه. أنا أتذكر في كان صرف له بيت في في صنعاء، اضطر الى بيعه كي يسدد ديونه، يعني ضمن المجموعه التي صرف لهم بيوت كتسكين للقيادات التي من المحافظات الجنوبيه، اضطر الى بيع المنزل لتسديد ديونه، لم يعرف احد بذلك. اضطر ايضا الى بيع سيارته لتسديد ديونه، لانه كان يصرف حتى على المرافقين من جيبه. يعني هذا هو عارف الزوكا، بيده أنه كان يأمر بصرف الأموال، كان لديه موازنات، كان لديه اعتمادات، لكن لم يكن يصرف شيء لنفسه، كان يقدم كل شيء للناس لأجل العمل، لكن لنفسه لا شيء. نورة، بالتأكيد الأمين العام عارف الزوكا كان معرقل لطموحات الحوثيين، أين لمست ذلك؟ طبعا بالنسبة للأستاذ عارف الزوكا هو شخصية وطنية، عملت معه وعمل معه الكثير في وزارة الشباب والرياضة عندما كان وزير للشباب والرياضة في حكومة مجور فترة مرحلة 2011. كان من الشخصيات الوطنية، الشخصيات النزيهة، الشخصيات اللي فعلت كثير. يمكن لو تسأل أي موظف في وزارة الشباب والرياضة يترحمون جميعا على الأستاذ عارف، لأنه شخصية وطنية، شخصية قوية، جفف منابع الفساد في وزارة الشباب، منح الناس أشياء امتيازات كبيرة ما كانش فيها، التأمين الصحي للاعبين للموظفين، فعمل أشياء كثيرة. الأستاذ عارف الزوكا كان بالنسبة لنا، يعني بالنسبة لعرقلة للحوثيين، هم كانوا هدف لهم الرئيس المؤتمر الشعبي العام زعيم علي عبد الله صالح، وكان أيضا إنه بقاء عارف الزوكا يهدد خطر عليهم أيضا، إنه تم تصفية الأستاذ عارف وهو كان جريح ليس من فراغ، لأنه كان يشكل لهم خوف، يشكل لهم رعب من هذه الشخصية، لم تنبطح لهم، لن تركع لهم، لم توافق على ما يقومون، بعكس بعض القيادات الضعيفة التي ممكن أن وجودها لا يؤثر بقاءها أو رحيلها، لا ليس له دور، لكن بقاء عارف الزوكا كان يشكل خطر على الحوثيين. عارف الزوكا ليس شخصية سهلة، كان شخصية قوية، شخصية قريبة أيضا، قريبة من كل قيادات وأعضاء وقواعد المؤتمر الشعبي العام. كنا جميعا نذهب إليه عندما نواجه أي مشاكل في عملنا، في
أي الأستاذ عارف الزوكا كان على اجتماعات متواصلة مع قيادات وقواعد المؤتمر، اجتماعات متواصلة في المديريات في القرى في المحافظات، هذا كله أثر، هذا كله جعل الحوثيين يرتعبون من الزعيم علي عبد الله صالح وبعده من الأستاذ عارف الزوكا، لأنهم يمثلوا بالنسبة لهم شخصيات ترحيلها أو قتلها قد يحقق لهم مكاسب، وكانوا واهمين بهذا الشيء. كانوا المشروع الخميني في اليمن بالتأكيد يعني. أكيد. إذن الأستاذة نورة الجروي رئيس حركة إنقاذ، أشكرك جزيل الشكر على تشريفك في هذه المقابلة وفي هذا اللقاء. أعود لكم مشاهدينا الكرام وننتقل إلى الفقرة الخاصة باتصالاتكم ورسائلكم وعلى درب الزعيم والأمين سائرون، هذا عنوان حلقة اليوم. أتمنى من الجميع الالتزام بموضوع الحلقة، دخول في الموضوع مباشرة، إغلاق صوت التلفزيون عند بدء المشاركة. فاصل ونبدأ. اهلا بكم مجددا. من يعرف الزعيم عبد الله صالح والاستاذ عارف الزوكا رحمه الله تغشاهم سيعرف ما الذي كان يمثلانه من حجر عثره في طريق المشروع الخميني. هم اخترقوا المشروع الخميني، حاولوا ايضا ايقافه عن طريق ما يسمى بتحالف الدوله في اطار الدستور والقانون، منعوا كل التجاوزات بقدر المستطاع، يعني على الأقل فيما يتعلق بالدستور والقانون منعوا هذه التحركات الحوثية، لكن في الأخير وصلت هذه العصابات إلى ضرورة تصفية الزعيم والأمين العام لأنه كانوا يمثلوا حجر عثرة في طريق تنفيذ مشروع. أبدأ مع أول المتصلين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أم عفاش. معك أم عفاش يا أستاذ. أهلا وسهلا. من أين؟ من صنعاء. أهلا وسهلا أم عفاش. لا يسعنا يا أستاذ عبد الولي اليوم في الذكرى الأولى لاستشهاد الأب المناضل القائد علي عبد الله صالح ورفيق دربه عارف الزوكا، إلا أن نعزي أنفسنا ونعزي الشعب اليمني بهذا المصاب، الكارثة التي حصلت على اليمنيين بأكملهم. استشهاد الزعيم لم يكن على البال ولم يكن على يعني ما استوعبت عقولنا إن الزعيم يقتلوه هذه الجماعة الإجرامية التي عبثت في كل مقدرات اليمن. عزائنا اليوم هو أن كل رجال اليمن أن تتحرك إلى الجبهات. لا يزال الزعيم حي في قلوبنا، هذا الرجل الذي أوصل اليمن إلى ما كانت عليه قبل هذه العصابة من علم ومن حضارة ومن ثقافة ومن ديمقراطية، وبنى فيها مجدا لا يستطيع أحد أن يحجب هذا المجد. علي عبد الله صالح هو رمز الوفاء لهذا الوطن. علينا جميعا أن نلملم جراحنا ونفيق من غيبوبتنا وسباتنا الشتوي. رجال اليمن، لماذا هذا السكوت؟ لماذا هذا الانبطاح؟ أعراضنا تنتهك من قبل هذه الجماعة. أعراضنا، شرفنا، ديننا، كل جميل انتهكوه في هذا اليمن. فين رجال اليمن؟ فين قبائل الطوق؟ فين قادات المؤتمر الشعبي العام؟ اليوم لا نراهم ولا نسمعهم. أغلب الناس باعوا الوطن. عبد الله صالح كيف وقف قدام هذه الجماعة وفداهم بروحه وأولاده، وفداهم بكل غالي، ووفى بكلمته التي قال لهم في 70، سأوقف معكم أيها الشعب اليمني وأفدي اليمن بدمي وروحي، وفعلا نفذ كلامه. فاليوم علينا أن نوصي، ننفذ وصاياه. لا حل لليمن غير الحل العسكري، وأن يقوم الشعب من سباته الشدوي، وأن يقوم بثورة عارمة في جميع أركان اليمن في المحافظات وفي القرى. يكفينا ذل، يكفينا خضوع، يكفينا، لأن ما بيدمروا كل مبادئنا التي تربينا عليها.
شكرا لكم عفاش، رسالتك وصلة ورسالتك قوية. و نعم. طيب استمع لابو هايل من جيزان. يا مرحبا تفضل. مش انجرت الوجائح، انجرت الوجائح. المقاومة الشعبية وحي. نعم. يا عبد الولي الناس هؤلاء لا يحتاجون لهم لا محاورة ولا حوار ولا حاجة، الناس هؤلاء يحتاجوا لهم قوة يا عبد الولي. يحتاجوا لهم قوة واحنا معاكم، احنا معاكم. الغربة ولا في الوطن احنا معاكم. اطلبونا واحنا موجودين. احنا موجودين معاكم بالدم بالروح. احنا مع طارق، احنا مع عفاش، احنا مع ابونا عفاش. شكرا لك ابو هايل، ورسالتك واضحه. طيب. والله يا اخي التصريح عندي ضعيف، انا ادخل الغرفه التصريح عندي ضعيف. احنا وصلت رسالتك وسمعناك جيدا وكل الاخوه المشاهدين والمشاهدات، شكرا لك. ام محمد من دمار. يا ام محمد. انا اهلا وسهلا. يعني صدق كلنا كل حاجه. وعلي عبد الله صالح وعارف الزوكة والله معدته كلام. رحمة الله تغشاهم، رحيلهم موجع للجميع، ربما لم نعرف قيمتهم كما ينبغي إلا بعد استشهادهم. هي كانت والله اللي وقعت لنا ساعة الصدمة، أصلا ما كناش نتوقع أن هي يعني صدق يعني وكلنا كل حاجة على عبد الله صالح الله يرحمه. وسألت اللي قلت للي قابلت معه ايش كان ايش سبب لهم عارف الزوكة ليش هم اختاروا اصلا هم اي رجل شريف ما يزعش معهم، اي رجل وفي للوطن ما يزعش معهم، هم خونة يعني الخائن ما يعجبه الا خائن، المشتري الوطن اللي بيبيع وطن هذا يعجبهم، بس اللي بيحب وطنه ما يعجبهمش، لانهم دخلوها دخلوا اليمن يعني دخلوا صنعاء ودخلوا اليمن لانهم ما هم يمنيين، انا ما سمعت ارسالهم انهم يمنيين، مستحيل انهم يمنيين او انهم ينتموا لليمن. صحيح. يعني دخلوا لليمن على اساس احنا نقول انهم محتلين، هم احنا محتلين، ما هم يمنيين. اليمني مستحيل انه يجي المرأة. اليمني مستحيل انه يحب المرأة، مستحيل يا عبد الولي، يعني اللي بتكون واحدة يمنية. يعني اليمنية تهتم والرجل ساكتين المؤتمرين ليس السكوت، انا لحنا وكل الصلاة انا لا اشتك ولا كأن باذن تسمع. لا لا صلي بسمع. انا المؤتمرين. بسمع والرسائل. يعني ورسائل اليوم اوجهها لعم طارق واقول الله يحفظه والله يحميه. وان شاء الله ان شاء الله انه يفرحنا وعي ان شاء الله رب العالمين انه يعيش معنا. فرقة الزعيم بس انه جاهز الزعيم في قلوبنا مستحيل ان احنا ننسى ورايه ان شاء الله ونحن على درب سائر هو موته بس هو جاهز حي، هو جاهز حي ما يقول شنو مات والله انه جاهز حي في قلوبنا في انه هو جاهز حي لو زعيم ما يفعل وما يسترجي ينزعوا حبه هم يعتقدون انه مجرد ما في يا محمد اي شخص يمني حتى الزعيم جاهز هم يعتقدوا انه مجرد ما يضعوا صوت اذا لان لانه لا اصدق لما انت تحب شخص عاد تحبه لو عرفت من اجل نستحي احنا ناخذ حب الزعيم وانا اسف طارق واقول ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله نحن معه انه يتقدموا نحن معه اذا ما كانوا مع هذا الرجال حيكون من معه النسوة اللي قد احنا محرورات احنا النسوة بس هذا الرجال ساكتين ما عرفت منه ما عرفت الرجال امسحينا والله رجعنا للحمل يا عبد الوليد رجعنا للحمل يا معين طارق رجعنا فرحه اليمنيين انا ناس طارق بنعشتي بلسان كل ام وكل اخت محروره وكل اخت يعني ام محروره من ولدها من زوجها من اخوها انا ناس طارق انه ما يتوقف لا يتوقف لا كلهم هدنا هم خوانا هم خوانا هم يسكنوا هدنا على اساس انهم يرجعوا مواطنهم احنا ما ونسوانهم فوق الحكومة وزينب يتركهم في كل بقعة كيف؟ ما عرف معهم عروض لو ما عرض عزة الله وجعل ما يخرج نسوانه يلبس النسوان يعني خرجت ليش بيفعلوا هكذا؟ أنا كان في نفس المهرجان اللي في الحديقة
شاء الله قريب. إن شاء الله قريب. هي مرحلة وهي رسالة أيضا إنه المسألة مسألة وقت. شكرا لكم أبو محمد، رسالتك يعني تعبر عن الكثير من أبناء اليمن. شكرا جزيلا لك. وسمعنا رسالة آخر. ألو مرحبا. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. تعرف عليك؟ هلا أخي عبد الوليد. أهلا وسهلا. معك أبو خالد من أبيالكم. أهلا يا أبو خالد. أهلا. مساء العزة، مساء الكرامة، مساء الشموخ والإباء. مساء الانتصارات. تفضل أخي. نعزي 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 شعبنا اليمني وشرفاء الشعب اليمني في وفاة استشهاد الزعيم القائد الفارس المغوار ورفيق دربه الأمين عارف عوض الزوكة. رحمة الله. وأحب أخي عبد الولي أذكر قيادات المؤتمر اللي في الداخل. يعني إلى هذا الحد، يعني بالله عليكم الانبطاح، إلى هذا الحد الذل فيهم والهوان. الزعيم قدم روحه، قدم روحه فداء للشعب والوطن، فداء للجمهورية، فداء للثورة. وهؤلاء الأنبال يعني يحبون الحياة. إذا كان الزعيم قدم روحه وكان باستطاعته أن يعيش في أرقى بلدان العالم، بينما نجد هؤلاء الآن اللي واقفين مع الحوثي ويقولون يعني ونسميهم أنهم قيادة مؤتمر. أخي عبد الولي يعني بالعقل بالعقل، يعني لماذا لا يرفضون يا أخي حتى وإن قتلوا؟ راح الزعيم، من أبو راس، من الراعي، من غيره، من جلال الرويسان الآن من ضمن الوفد هذا حق الحوثي؟ أخي عبد الولي والله المؤتمر أنه راح ينهار ويتشطر وراح يتخاصم إلى 50-70 حزب أكثر. إذا لم يكن هناك قائد بحجم علي عبد الله صالح يقود الحزب، أقسم بالله أمس عندما شفنا الجماهير في الخوخة أقسم بالله دمعت عيوننا. تذكرنا الزعيم يا أخي. هذه بداية إن شاء الله، بداية إن شاء الله في الأشهر القادمة وربما أيام من يدري ستكون الاحتفالات بالانتصارات في كل مكان. من دم الزعيم، من دم الزعيم ولدت ثورة، من دم الزعيم ولدت ثورة واشتعلت نار ستحرق هذه العصابة، ستحرق كل من يشاركها، ستحرقهم وتقطعهم من جذورهم. بس العتب على قيادات المؤتمر في الداخل، العتب يعني كيف؟ يا أبو خالد لا نريد أن نحملهم فوق طاقتهم، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. إحنا فقط نعتب على من لم يلزم داره، يعني إذا لم تستطع أن تقف مع الحق فلا تصفق للباطل. يعني الناس والله أمنا أخي فقط، هذا ما نطلبه منهم فقط. أمنا كلنا الآن لو شوف عندنا بالمهجر أقسم بالله 80-90% كلهم يحبوا علي عبد الله صالح، حتى من كان اخواني، حتى من كان يسرى، حتى من كان جنوبي الياقي، كلهم بقوا على علي عبد الله صالح رحمة الله تعالى. أمنا الكبير بعد الله سبحانه وتعالى هو في طارق فقط، وليس في ابو راس ولا في الراعي ولا في عبد الله ولا في بندغر ولا شيء. طارق واحمد علي يكون رئيسا للمؤتمر. إذا كان يريد المؤتمر أن يعود مؤتمر الزعيم، الحل الوحيد هو أحمد علي. وتحياتي لك أخي. شكرا لك، شكرا لك أبو خالد. وأخذ صلاة آخر. ألو. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إبراهيم عبد الله كيف حالك؟ حياك إبراهيم. أنا أعزيك وأضم الله أجرك في أنا لا نقبل العزاء إلا داخل اليمن، لا أقبل العزاء في الزعيم إلا داخل اليمن. نعم أنت في داخل صنعاء وفي الثنية، أنت وكل الشعب اليمني وكل طاقم قناه اليوم من اليوم وكل آل علي عبد الله صالح وكل آل عارف الزوكة، وأنا وكل الشعب اليمني. وأقول يعني نتشرف أبناء التهامة، نتشرفنا يا أبناء التهامة أن يكون أول من احنا فزنا بهذه المناسبة. صحيح أليمة
ولكن في نفس لكن الوقت لكن كانوا اهل الوفاء وكانوا اول من احيوا ذكرى استشهاد الزعيم علي عبد الله صالح. نعم وبادروا لاعلان الوفاء لمسيرته الوطنيه ولوصاياه. اتمنى نعم. ان يكونوا دائما عند حسن الظن. وكنت قلت لك في يوم من الايام يا عبد الوالي 99% شعب الحديده والله لو كان مش المشاكل هذه الحديده عن بكره ابيها تتخرج حامل الطارق محمد عبد الله صالح على الاعناق. احنا يهمنا في اليمن يهمنا في اليمن أنا في اليمن اليمن ولكن لابد لكل صحيح. امه زعيم اليمن ستتحرر لكل امه قاعد. نعم لكل امه قاعد. احنا قاعدنا علي عبد الله صالح رحمه الله عليه وكما قال زميلي اللي من قبلي املنا في الله ثم في اللي مناضلوك. قلت لك في الميدان يستحق صحيح الكثير طارق محمد عبد الله صالح. ولو كان احمد علي عبد الله صالح موجود كان يا سلام. ولكن نسال الله ان يفلك له فك ما هو به من عقوبات ومن حظر باذن الله باذن واحد احد. واللي يحب علي عبد الله صالح عارف عوض زورك رحمه الله عليهم. والسلام عليكم سلام ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا لك. واستمع لابو رعد. يا ابا رعد السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا حياك يا ابا رعد. اخي نحن نهني الشعب اليمني العظيم على هذه الذكرى المؤلمه الفاجعه في وفاه الشهيد المغتال الزعيم علي عبد الله صالح. ونوفي ونجيب الرساله لمن هم في الداخل الخونه. والله ما نعتبرهم الا خونه. لا تبالغ في حماسك. لهم ظروفهم وانا اثق بانه 90% من هم في الداخل هي مشكله قياده. اذا لم توجد لديك قياده في الداخل يعني اعتقد انه بالنسبه لقياده المؤتمر هم كلهم تحت الاقامه الجبريه وتحت المجهر. نحن ننتظر قيادات شبابيه حره جديده دماء شابه هي التي تنهض بالمساله برمتها. وحينها لن يبقى للحوثي هذا ساعه في السلطه. عبد الولي نحن يعني من بروج الساحل الغربي شافوا عن الحياه مشاعرنا وبعدنا امامنا من جديد. وسوف يعود الزعيم اذا مات الزعيم الاشكال حق الزعيم موجودين في الغرب. نحن متحرجين باسم الواحد الاحد وعندنا الصبر والثقه الكامله بان اليمن ستتحرك وتحرم ايامهم معدوده وقليله باذن الله. بس اللي بعد ظاهرنا من الخونه معلش لا تبعد عنهم ابدا. بالذات هذا ابو راس بدرات لازم ابو رعد. اتمنى يا ابو رعد اتمنى انه احنا ما في داعي نذكر او نشخصن الامور. لو كان منهم في الخارج قادرون على البقاء لبقوا في اليمن بس. وانت فهمها. شكرا لك ابو رعد. اشكرهم موجودين وسوف تتحرر اليمن باذن الله احد سنحط كل خاين. نعم. كل عقيد. هذا ما بدي اياه وارجو بالدم. اشكرك. شكرا جزيلا لك ابو رعد. اتمنى من الجميع انه يتفهم هذه النقطه. هي طبعا هذه العصابه هي لا تعمل وفق النظام والقانون والدستور والحكم. طيب نستمع لام هاشم من صنعاء. انا؟ يا مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. رحم على الشهيد الزعيم البطل الحنون علي عبد الله صالح. رحمة الله تغشاه. وعارف ابنك اخي. رحمة الله تغشاهم جميعا كل شهدائنا الابرار. واحنا تمنينا ان حد واحد من المؤتمرين جاي يقول احنا قلنا نخرج في صنعاء.
احنا خرجنا مع فاقد ابو نساء المره الفاتحه. نعم. وكانت معي اليوم بنت اختي في الجامعه امس، كانت في الطلبه وطالبات حاملين ميداليات حق صور علي عبد الله صالح. جو الميليشيات اللي وهذا الحوار اخذوهم على الطقم. اخذوهم؟ لا نعم، هي ميداليات في الشناط في كذا، ميداليات صغيره صور علي عبد الله صالح واخذوهم. هذا في جامعه صنعاء؟ في جامعتنا، يعني جامعه الدروس الخاصه جنبنا فعلت معهم. تمام. صورهم والطلبه واخذوهم. تمام. هذا لأنه جبناء يضيفون حساب صورة الزعيم والأمين العام، يعتقدوا أنه مجرد ما يلصقوا صورة الهالك الحوثي أنه الناس يحبوه. لا، الناس يحبوا علي عبد الله صالح، يحبوا كل من يحب البلد. قبل حتى قلت له علي عبد الله صالح نحن نشوف وجهه على الجدران كأني أشوف إسرائيلي أو يهودي. الله يجعل قبره حفره من حفر النار هو أبو الهالك. والناس الشعب يكرهه بشكل الواحد يستغرب، لما يخرج الشارع منين يخرجوا الحواثة حول اللي يخرجوا معهم القوة، يخلوا أصحاب الباصات إلى 70 سواق وصلوا بالكوب 70 كان 70 صحيح. نعم والله أني كانت النقاط يمسكوا عندما الباصات تودي الركاب يقولوا 70 طالع نازل من فين ما هو جاي. نعم. الركاب ما يخافوا ينزلوا والسواق الثاني. صحيح، مطلعين على هذا النقاط. شكرا لك ام هاشم. والله ووجه رساله الى الفندق طارق الله يحفظه، اذا ما راح الى اي دوله يدور الرضاعيه والنعيم. رجع الجبهه يواجه الحوثه من جديد. راح والى الجبهات ودعا وحشد، ورغم الحوثه مسكوا في النقاط انه ملايين مع طارق كل الشعب معه. شكرا لكم هاشم. ولا نشتي مع هذا الحوثة، لا نشتي حوار معهم ابدا، نشتي عبد الملك يشن حروبه لليمن ان شاء الله، سيحاكم وسيأخذ جزاءه العادل وهو كل القتلة. شكرا لكم هاشم. استمع لهم عفاش من صنعاء ايضا. عفاش السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الولي، اريد ان اكمل حديثي عن قبل قليل. ايوه بس ما كملت حديثي على ان يجب علينا تعزيز المقاومه الداخليه. احنا المفروض نستقبل مشاركه واحده. يلا. الوطن محتاج للمقاومه الداخليه، لان احنا نعرف جميعا كيف الجبهات توقف من قبل امريكا، وهذا مخطط قانوني امريكي لتدمير اليمن. يا ام عفاش، هذه شفره فيما بينهم، انت عارفه في الظروف، في الوضع اللي احنا يعني بنعيشه حاليا. الواشنطن بوست تنشر مقال لمحمد علي الحوثي، نشرت له مقال في الواشنطن بوست، هذا ولهذا السبب استقالت كبيرة المحررين في الواشنطن بوست. نعم، لانه قالت احنا رجعنا نروج للقتلة. نعم نعم، هذه الجماعة مدعومة من امريكا واسرائيل، علينا أن نعمل الجبهة الداخلية أن تتحرك، علينا أن نفعل جماعات من الداخل، أن لا نجلس ساكتين، دم الشهداء لن يروح هدرا، نحن قادرون على استنزاعهم، وما أخذ بالقوة لا يسترد بالقوة. صحيح. هذه الجماعة غيرت الفكر عند اليمنيين، غيرت المنهج الدراسي، أبنائنا في خطر، الفكر في خطر. هؤلاء جماعة لا يعرفون ما معنى الديمقراطية أو التعدد السياسة أو الحزبية. يعرفون قوة السلاح وفرض الهيلمة، لأنها جماعة متطرفة أصلا لا تقبل بالآخر، هذا أكيد يعني. نعم، علينا جميعا أن نقف ضدها وأن نحرك كما قال الزعيم الراحل علي عبد الله صالح، كان يعرف أن الحل هو أن تقوم ثورة شعبية من جميع القرى والمحافظات، تنزع أو تسقط سلطة هذه العصابة. شكرا لكم أم عفاش، معنا في حلقات أخرى يعني تفضل يشاركي معنا، لأنه مشاركة واحدة في اليوم. علي المريسي من الضالة تفضل. حياك الله. الله يسلمك أخي. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. نعم. يعني الشعب اللي يمكن عام 2019 من تموز 2019 فقط يعني أطاع الله الأمر. يعني هذا شو تقول انها نتيجه لل نتيجه للعصيان؟ نعم العصيان. نعم الان لانك الجراح الان مضت 7 سنوات عجاف لعل لا تفرج ان شاء الله تفرج ان شاء الله. احمد علي ولي عائل علي كمل كلامك ما اسمعك. احمد علي احمد علي ان شاء الله من ولاد علي اليمن. طيب شكرا لك يا علي. علي من دمار اليوم مش ملاحقين على الاتصالات. علي يا علي الو مرحبا. الو علي تسمعني؟ طيب ناخذ اتصال اخر. الو ابو طارق من السعوديه. ابو طارق من السعوديه انت على الهواء. السلام عليكم. كيف حالك عبد الولي؟ السلام ورحمة الله وبركاته. مساء العزة مساء الشموخ. مساء العزة والكرامة والانتصارات. يوم عظيم ويوم تاريخي برغم انه موجع لكن في نفس ان شاء الله من دم الزعيم ثورة ومن دم الشهيد عارف زوكا ثورة ومنها ينطلق اعصار يعصف بهذه العصابة الكهنوتية بإذن الله. اترحم على الشهداء جميعا. رحمة الله تغشاهم جميعا. واستاذنك يعني علي عبد الله، علي عبد الله صالح الله يرحمه اكثر واغلبية الشعب زينا ما تعلمنا ولا لن يعرفوا علي عبد الله. ومن علي عبد الله في التاريخ؟ من طفولته او من عسكرته او من كان ضابط. انا اذكر يقولون وانا ما اعبد عليها ما لحقت عليها برغم اني كبير في السبعينات اصطاب علي عبد الله صالح او قبل السبعينات في حرب السربة عندنا في البيضاء اصطاب. وبعدين عندما ترأس اجتمع المجاهر عنده وعرف الشيخ اللي ضيفه وهو مصاب عندما كان في صوب الشيخ صلاح ضيف الله المنصوري الله يرحمه. وكان الواقعي قال له قال من تعرفني علي عبد الله؟ قال انت الذي ضيفتنا في بيضاء يوم الحرب يوم كنت قاعد مدرع وسط علي عبد الله. بذل دمه زمان مش الان هو شايب. بذل دمه هو الشباب يزار الشباب على اليمن وربي يعطيه ذكاء فطري الله يرحمه عن الحاجدين الله يرحمه الاحياء من الاموات. الله شخصيه علي عبد الله عز رب العالمين بالذكر لا تتكرر هذه الشخصيه اطلاقا. فنشوف علي عبد الله لن ينتهي ويوم يوم تاريخي وصيته لن ترى من عقول الشعب اليمنيين الواعيين. نعم شكرا لك ابو طارق. انا اوجه تعليقي لجميع الجيش وجميع المقاومات واشكركم ويومكم امس يوم ابيض رساله عظيمه للمؤتمر واشكركم والسلام عليكم. شكرا جزيلا لك. اذا بقيت صالح شباب. طيب ناخذ اخر المتصلين. اخر المتصلين ابو صقر. يا ابو صقر ايوه تفضل بإجازة أبو صقر. الوقت داهمنا تفضل. تفضل أنت على الهواء. ألو يا أبو صقر الوقت بيخلص وأنت عندك دورة تلفون. ألو لا بيك التسل. ألو أنت على الهواء يا أبو صقر مداخلتك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. كيف حالك يا اخي حبيبي؟ الله يسلمك ويحفظك. رسالتك بايجاز. يا ونرحم على الشهيد علي عبد الله صالح والامين يعني العام عهد الزوكه. رحمه الله تغشاهم جميعا. نتمنى لقواتنا الذي في الساحل التوفيق والنجاح والتحرير الشامل الكامل من الشعب اليمني. ان شاء الله. وقفت الإدارة مع الجبلية على الحميد أحمد علي عبد الله صالح إنه مبروك في قلب كل واحد يمني. أقسم بربي بحياتي لا هي مجاملة.
نشكره من أحمد جنوبنا. والشكر موصول لك ولكل أهلنا في ذمار وكل المشاركين الذين شاركوا معنا في حلقة هذا. طيب عبد الإله من عمران آخر المتصلين، هذا علشان المخرج. يلا خلاص فقدنا الاتصال. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء.